وسهلا بمشاهدينا الكرام، ورجعنا من الاستراحه ونبدا مع بعض الشوط الثاني. يلا بينا نبدا في وصفه جميله جدا كلنا بنحبها وبنشتريها من بره، هي كعب الغزال. هنحكي على فكره كعب الغزال برضو، دي طريقه ممكن نعملها بيها ازاي وليه تسمى كعب غزال، دي مهمه برضو. طيب تعالوا بقى نشوف كعب الغزال. عندي كيلو دقيق، لو هنتعامل بالكيلو عشان اصدقائنا اللي عايزين بالكيلوات، كيلو دقيق. عندي معلقتين كبار من السكر، كوبايتين الا ربع سمنه مع زيت، وعندي كوبايه ونص من اللبن، وعندي معلقتين كبار من الخميره الفوريه، معلقه كبيره صغيره اسفه من البيكنج باودر، ورشه ملح. الحشو هحشيه بايه؟ عندي نص كيلو من معجون العجوه اللي هي الطريه، وعندي معلقه من السمن، وعندي رشه قرفه ورشه قرنفل للدعم يعني، وطبعا اختياريه لحضراتكم، ممكن ما تضيفوهاش لو مش عاوزين. الوجه عندي حاجه من الاثنين، اما ميه او بياض بيضه وفانيليا وسمسم. طيب تعالوا نقول كده بسم الله. اول حاجه انا هنا دفيت البان دي، هاخد اللبن كده ادفيه، بسم الله، هسيبه بس ياخد الحراره الدافيه عشان انا عايزه احط الخميره بتاعتي هنا. ادي الخميره، وافضل لحضراتكم نستخدم الخميره اللي هي الفوريه، لانه الفريش ممكن المعيار لو زادت كتير في التخمير هتفرق معاكم قوي، ممكن لو في حاجه بتضاف فيها بيكنج باودر هتبقى الموضوع مش هيبقى، مش هتبقوا مبسوطين من النتيجه. احط بس كوبايه اللبن، وهحط السكر لان هو ده اللي بيشغل الخميره. احط بس كده معلقه، يعني كمان معلقه واحده بس كبيره. هقلب شويه، هسيبهم في جنب. الزيت والسمن مع بعض بيدي اللي هو ما بين القوام، لو بسمن بس بيطلع طري شويه، لو بزيت وسمن بيطلع مظبوط، لكن لو بزيت بس بيطلع كريسبي وناشف زي الافران. طيب احنا في سؤال دلوقتي جالنا على الصفحه، بيقولوا لنا ايه الفرق بين اللانكشاير والغريبه والبيتيفور. اولا الغريبه احنا عارفين ان هي ثلاث مكونات، سكر بودره وسمن ودقيق، وليها تكنيك كده علشان نوصل انها تطلع ناعمه وجميله، زي ما بيقولوا ناعمه يا غريب. هي نوع من انواع النواعم العيد الناعمه قوي، بس ليها تكنيك عشان ما تبصمش، عشان ما تسيبش اثر واحنا بنشيلها من الصاج، عشان تطلع ناعمه. اوكي، وعندنا كمان اللانكشاير. اللانكشاير يعد نوع من انواع اللي يليق قوي مع الغريبات برضو، بس هو الغريبه بتتقدم لوحدها، هو شويه برضو عجينته حلوه جدا. انا شخصيا لو ما عملتش غريبه بعمل لانكشاير، يعني يا ده يا ده، ما عنديش مشكله، لكن الغريبه شويه بتاخد كميه سمنه كتيره شويه، يعني كميه حلوين، يعني كميه على نص كيلو دي تقريبا ربع كيلو سمنه يعني. فاللانكشاير اخف سنه في التعامل، بيستخدم فيه الزبده اكتر، يعني اخد السمنه كده واروح، فهو نوع من انواع الخفيفه شويه، يميل للسابليهات والبسكوتات الراقيه الناعمه الراقيه يعني. التالت ايه بقى معلش؟ البيتي فور. لا البيتي فور ده قصه ثانيه خالص طبعا، يعني ايه عجينته مختلفه شويه كتير، هي برضو نسبه الزبده في نسبه وتناسب، يعني بياخد مثلا الكيلو حوالي 625 جرام زبده بارده، نقدر نشكل منه برضو جزء بالشوكولاته. هي نفس الفكره، الاساس فيها كميه الدهون او كميه الزبده او نوعيه الزبده ولا زيت اللي بنستخدمه. انا بفضل الحقيقه في الانواع الزبده تبقى الزبده النيوزيلندي اللي تميل للحيواني، ولو حضراتكم عايزين تستخدموا انواع ثانيه من السوبر ماركت تميل للحيواني مفيش مانع. احط شويه من الزيت وهضرب دول مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن فكره ان احنا نخلط مع بعض مثلا سمنه بلدي واحنا بنعمل الكحك وسمنه صناعي او سمنه نباتي، لا، لانه حضرتك يعني هتبوظي قيمه السمنه البلدي، راحت مع السمنه الصناعي خلاص، هي اختفت ملهاش اي اثر ولا فايده، وحضرتك انك جبتيها رميتيها بالظبط. يا اما هتعملي سمنه بلدي هتعملي سمنه صناعي. احنا لو بنجمع بس وش اللبن اللي احنا بنستخدمه اليومي، لو بنستخدم لبن جاموسي وضربناه في الخلاط وفصلنا الزبده، هيبقى عندنا زبده بلدي هنعمل بيها الكحك ونعمل بيها معجنات ونعمل بيها قرص ونعمل بيها كل حاجه، يعني للناس اللي بتقول انا ما بشتريش زبده بلدي. لكن تعمليها في البيت سهله وبسيطه من وش اللبن.
لكن ان انا اجيب زبده بلدي اخلطها بسمن صناعي، لا لا انا مش مع الفكره دي. عشان الكم، المهم الكيف وليس الكم، عشان حرام كده. بصوا بقى افتحها كده اللون شويه. بصوا بقى حضراتكم فكره قوام السمنه. طبعا احنا لو بنعمل غريبه او حاجه، الغريبه لازم تبقى السمن ساقع عشان تدي فوليوم وتفتحها اكتر، عامله زي الكريم شانتيه بس مضروب لدرجه البياض. انا بس مش عايزه اعمل اكتر من اللي انا عملته دلوقتي. بصوا بدات هنا الخميره هتفور، خليني احط بقى الدقيق الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو دقيق متعدد الاستخدامات علشان يبقى مناسب. بسم الله. وطبعا انواع الدقيق دي بتبقى صعبه تعمل عرق مع الخفقه، عشان كده ما تخافوش، يعني ايه بتبقى مخصصه انها ما تعملش عرق. واحنا برضو مش بنخفق غير بالمعقول، اللي هو اللي احنا الدرجه اللي احنا محتاجينها فقط. طيب هاخد كده الخميره. بصوا بدات تفور ازاي اهي. بصوا بدات تعلى يعني تفور عشان نعرف انها تمام. انا طبعا هاخد كميه السكر اللي كانت متبقيه احطها لوحدها هنا اهو، عشان دي بقيه المعيار. انا خدت معلقه واحده بس منه للخميره عشان اشغل الخميره مع اللبن دافي، فعشان بسرعه الخميره تشتغل معايا بشكل اسرع وتبقى رائع. شايفين حضراتكم؟ لا من فوق بقى كمان باينه ازاي انها عليت رائعه ازاي. الله، تعالوا بقى بصوا كده وانا بصبها هنا. هنبدا نحط الخليط ده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تعالوا بقى. بسم الله. نخلط الخليط ده بشكل جميل قدام حضراتكم. كده تمام ماشي. نبص على ريحة الخميرة طلعت بقى. طبعا أنا بفضل الخميرة الفورية. معلش اسمحوا لي أشوف القوام. بسم الله. القوام حلو بس ممكن ياخد نقطة، بده يرجع للدقيق برضو نقطة بس من اللبن كده. بسم الله. أو مية زي ما تحبوا، بس أنا عندي هنا شوية لبن، ممكن أحط بس حبة نونو يعني. تعالوا بقى، انا استخدمت طبعا زيت مليان. بصوا بقى لانت وبقت حلوه ازاي. تعالوا بقى اوريها لكم هناك. بسم الله بسم الله. اوبا. طيب بصوا بقى، انا دلوقتي هبدا مع حضراتكم. هنبدا في حشو هنتكلم عن العجوه، ايه اللي بينشفها. تعالوا بس اوريكم الاول قوام العجين. انا ليه زودت شويه اللبن؟ شويه اللبن دول فرقوا؟ اه فرقوا. فرقوا ده على حسب نوع الدقيق، ممكن نوع الدقيق اللي بستخدمه غير نوع الدقيق اللي حضرتك بتستخدميه، فيفرق في كمية السوائل. خليني بس كده ايه، حاضر من عيني الاثنين اهو. شايفين ازاي؟ بصوا بقى العجينة. بصوا العجينة لينة وحلوة ازاي. شايفين؟ اهي طرية وحلوة ازاي. هي دي بقى قوام العجينة. دي المفروض بتخمر شوية اوكي، بسيبها شويه ربع ساعه كده مغطياها وتخمر العجينه دي. الكيلو ده يعمل لي كميه حلوه جدا. تعالوا بقى ناخد كده منه شويه، هوريكم نعمل ازاي. احنا عندنا مردانه صح؟ يا سلام. وممكن من غير برضو، هوريكم الاثنين. خلينا نبدا اللي من غير وبعدين نبدا. عايزين تفردوا مستطيل واحد وتقطعوا منه ماشي اهو. بصوا كده في مكان دافي اهم حاجه. هجهز العجوه كمان الحشو، بس هفرد دي وهوري حضراتكم الحشو بنعمله ازاي. بصوا بقى ادي العجينه اهي، هتتفرد معايا بكل سهوله كده. انتوا حاطين المردانه فين يا شباب؟
هاتوها لي هاتوها لي حبايبي هاتوها عشان ايه نعمل بسمك بقى. مهم بقى السمك ده زي ما حضراتكم تحبوا، يعني عايزينه بقى السمك ده يبقى مش رقيق قوي عشان يبقى فيها ما تبقاش بس الحشو عجوه، يبقى فيها يعني الغلاف اللي بره ده نسبه حلوه كده. بص اهو 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 شايفين الجمال. تعالوا بقى نعمل العجوه. بصوا العجوه دي بتتباع دلوقتي شايفينها ازاي طريه وحلوه. انا عايزه اعملها على البارد. يعني ايه على البارد؟ يعني انا مش هحط لها السمن واديها تشويحه على النار، انا كده هبقى شوحتها بالسمنه وهدخلها تاني الفرن هتبقى تنشف مره كمان. فانا هاخد كده اهي شايفين ازاي، هاخد نص معلقه سمنه صغيره بس كده، وعندي القرفه دي بتدي طعم رائع، رشه كده شايفين. بصوا وهاخد رشه بسيطه من القرنفل وهعمل كده بايديا على البارد لو حضراتكم عاوزين. ليه؟ علشان الـ 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 المعجون ده ما ينشفش مني جوه الخليط بتاعي لما ادخله الفرن. انا عايزاها على البارد فما تدخل تدخل مره واحده الفرن جوه العجينه تطلع مظبوطه ان شاء الله. اهو اهو شايفين ازاي؟ تمام. بصوا كده الله 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 الله، وتطرى معايا وتبقى رائعه اهي شايفين الجمال. هناخد بقى منها جزء كده على حسب احنا عايزينها قد ايه، مثلا يعني هفترض اهو، وهعمل كده هفردها كده مع حضراتكم بطول العجينه اهي. لا هاخد حته كمان عشان تبقى مظبوطه جدا اهو، عشان ايه تبقى من اول الحرف للحرف اهو شايفين اهو. هاخد بقى كده من العجين ده كده وهغلف، هوصل لهنا هقطع بالسكين، هاخد كده ده رول، ده رول الاول هقفله الاول كده، هقفل عليها كده الاول كويس اهو شايفين ازاي، وهعملها كده. دول لمحبي العجوه اللي هي يعني بيحبوا الحشو كويس، عايزين تخلوا الحشو اقل من كده مفيش مشكله. هاجي بقى في المقابل، يعني بصوا هنا هما مجهزيني الشباب تسلم ايديهم، ده الارفع اوكي لو احنا عايزين حاجه ارفع، بس انا هحط الاثنين برضو. انتوا بقى عايزين تحطوا واحده بس ماشي. بحب العجوه جدا، بنحب العجوه جدا ومفيده جدا. طيب هناخد كده وهقص هنا الزياده، هشيل دي خلاص وهبدا اعمل دي بنفس الشكل بعد الاول ما اقفلها من هنا، اقفل الحروف كويس جدا وبعدين اعمل كده. سيبوني اشيل ده بقى كده، جهزنا واحد هنجهز التاني اهو، خلينا بس نقفل عليه صح على العجوه صح ايوه اهو. دول عشان بس اتنين انا ما ضمتهمش لبعض. وتعالوا بقى ناخد كالاتي، عندي طبق هنا هحط فيه العجوه دي، طبعا فوائدها كتير جدا. طبعا دي اول حاجه بتقوي المناعه، الناس اللي عندها انيميا والاطفال اللي عندهم انيميا يعني بتحمي من امراض المناعه بشكل عام. بصوا بتحسن الهضم طبعا، صحيه للعظام. هاخد كده بياض بيضه واحط شويه فانيليا. السيدات اللي مرضعات اللي عندها اولاد وفي فتره الرضاعه هي بتقوي نسبه اللبن، وطبعا الناس عندها فقر دم او الاطفال اللي هم طبعا عندهم مناعه. بصوا وعايزه اقول لكم زمان بقى كانوا بيقولوا ايه ان هي من الحاجات اللي ايه كانت بتسرع الطلق عند السيدات، دي بقى المعلومات القديمه يعني. بصوا كده هاخد انا بس بياض البيض بفانيليا وهعمل كده وهمسح من الناحيه الثانيه، ده لو انتوا عايزينه كله سمسم، سمسم ده كمان مخزن، مخزن كالسيوم اهو. هعمل كده اهو شايفين ازاي.
السبع تمرات دول مهمين قوي بجد يعني. بصوا بس السريع، بصوا بصوا الجمال. تعالوا بقى هاخد بس الفرشة هنا، همسح بس مسحة بسيطة عشان الزق دي، هاخد عليها ال كده، والتانية هعمل كده، هعمل كده، شايفين ازاي كده. حطيت بياض بيضة او ممكن بس مسحة مية، مسحة مية. تسلم ايديكو. ايه اللعب ده بس يا استاذ سمير؟ بسم الله هنعمل كده. وبعدين انا هاخد ممكن اعمل كده، شايفين؟ تسلم ايديكو. بصوا اهو طبعا بالطريقه اللي تناسب حضراتكم اهي اهو. واخد بس الحته الترتوفه الوحشه دي شيلها. حلو كده، بصوا الجمال اهو في ثانيه. كعب غزال ده ولا لا؟ تعالوا بقى اوريكم شكل كعب الغزال الحقيقيه اللي المفروض تتعمل. وليه سموه كعب غزال؟ عشان هو واخد شكل كعب الغزاله. كعب الغزاله ليها شكل كده، ليها شكل معين، هوريه لكم في حته عجينه صغننه عشان بس بقى انا عملت اللي عليا لاخر لحظه. ثانيه واحده، الله بصوا بص على الانكشار بدا يفرد سنه، بوريه لكم اثناء الخبز. طيب هوريكم بس قطعه كده من العجين عندي اهي. بصوا بقى كعب الغزال، كعب الغزال اهي، هي حاجة بسيطة قوي. بصوا كده انا بعمل كده، بحط من العجوة الرفيعة دي، شايفين الحجم ده الصغنن ده اهو، بقفل كده اهو، شايفينه ازاي صغنن جدا. هعمل كالآتي، واخدها كده تبقى عاملة زي كعب الغزالة، زي كعب الغزالة يعني رجليها الكعب اللي من ورا ده. بس المفترض يعني ان هي تبقى شكلها كده، بس احنا غيرنا كل حاجة خليناها كده زي ما حضراتكم شايفين. الصاج هدخله الفرن، ودي طريقة حلوة تحتفظ بالسمسم بشكل كويس لحضراتكم عاوزينه، على حرارة 180. انا مشغلة على انكشاير برضو 180. بصوا بدأ يفرش سنة سنة ازاي، هسيبه كمان شوية لسه ما استواش. واسمحوا لنا بقى دلوقتي الحكم اعلن عن انتهاء الشوط الثاني، هنطلع لبعض استراحة كده ونرجع نستعد للاكسترا تايم، لكن بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم.